ونتحول للأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك. نعم أستاذ محمد، هذه الزيارة كيف تعكس اهتمام مصر الدائم بالبعد الأفريقي في علاقتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وعودة مصر لتكون لها دور رائد في القارة السمراء؟ يمكن خليني أقول لحضرتك أنه الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الدولة المصرية وهو حريص بشكل أساسي على أن تعود مصر بقوة إلى عمقها الإفريقي. يمكن ده واضح من التحركات المصرية الدائمة والزيارات المتتالية واهتمام مصر ب يعني عرض القضايا الإفريقية على في المحافل الدولية، وضعها في صدارة القضايا أو الملفات اللي بتهتم بيها مصر. يمكن شفنا ده في حرص الدولة المصرية على عقد شراكات بين افريقيا وبين العديد من القوى الدولية سواء روسيا او الصين او الولايات المتحدة الامريكية. شفنا تقدم كبير جدا في هذا الملف. شفنا كمان الرؤية المصرية خلال رئاستها، رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وحرصها على ضرورة تنمية دول القارة وحصول الشعوب الافريقية على مكتسبات نتيجة عملية التنمية. شفنا المبادرة المصرية اللي طرحتها مصر خلال رئاسة الاتحاد الافريقي اللي هي المبادرة الخاصة بإسكات البنادق، وكان هدفها الأساسي هو إحداث حالة من الاستقرار داخل القارة اللي تسببت النزاعات الداخلية فيها فترة طويلة جدا إلى استنزاف مواردها. ده كله بيدلل على جزء مهم جدا وهو حرص الدولة المصرية والقيادة المصرية على ضرورة تنمية القارة الإفريقية خلال الفترة الحالية. يمكن ده بيتوافق ما بين رؤية مصر الخاصة بالتنمية المستدامة 2030 ورؤية القارة الإفريقية أيضا ف 2063. فيمكن ده بيورينا بشكل كبير جدا تطابق اللي موجود وحرص الدولة على هذا الملف. نعم، فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة من قبل خلال زيارات متباينة لوزراء من دولة موريتانيا، يعني أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في إطار التحديات المختلفة التي واجهها العالم اقتصاديا وضرورة أن تعمل القارة الإفريقية على دعم نفسها وتطوير نفسها حتى تتخلص من الاعتماد على الغرب. شوفي، عايز اقول لحضرتك انه حصل تطور كبير جدا في الفتره الاخيره في العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر وموريتانيا، سواء كان في مجال الخاص بالمجالات الخاصه بالاستثمار او التنميه الزراعيه او الثروه السمكيه وغيرها من القطاعات، وكمان خاصه في قطاعات الاسكان والثروه الحيوانيه ايضا ومجال النفط. في تعاون كبير جدا حصل ما بين مصر وما بين موريتانيا في هذه القطاعات في الفترة الأخيرة. يمكن ده شفناه في عدد الاتفاقيات اللي تم توقيعها، سواء كان في الزيارة اللي تمت في 2016 واللي تم فيها توقيع حوالي 6 اتفاقيات ما بين مصر وما بين موريتانيا في التعاون النقل الخاص بالنقل البحري، في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية كانت أيضا خاصة بالثقافة، في الثروة الحيوانية. وإحنا عارفين كويس جدا أن موريتانيا من الدول اللي بتمتلك ثروة حيوانية ضخمة ولديها وفرة كبيرة جدا فيها نتيجة زيادة حجم المراعي اللي موجودة لديها. كمان في بروتوكول تعاون كان ما بين مصر وما بين موريتانيا في مجال النفط والمعادن. خلينا أقول لحضرتك أن هذا الكم من الاتفاقيات والتبادل الاقتصادي والتجاري ما بين الدولتين بيعكس التطابق في الرؤى ما بين الدولتين في الملفات السياسية والملفات الخاصة بأمن واستقرار القارة الإفريقية. من بين مجالات التعاون والتنسيق أيضا بين الدولتين ما يتعلق بالثقافة والتعليم. نتحدث عن مركز ثقافي عربي مصري للتعريب وله العديد من المهام. أهمية أن يكون هناك نوع آخر من أنواع التعاون بعيدا عما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والاهتمام بالجانب التعليمي أيضا بالتأكيد مع إفاد بعثات بين الدولتين. خليني أقول لحضرتك يمكن الثقافة والتعليم لها دور كبير جدا في التأثير في العلاقة ما بين الدول، خصوصا أنه ده يعني بيبقى ليه تأثير أيضا على الاقتباس من ثقافات الشعوب في